والصراحه هاد الاحداث اللي سمعنا ديال هاد الممثله والمغنيه ريم الصراحه كيأثر، والصراحه ما خص فهاد الفتره ديال الحزن ما خص بنادم ما خصش العائله تزيد تضغط عليك، تخليك واحد المهله بعدا يتقبل ديك الصدمه ديال الوفاه. الصراحه تصرف غير لائق من العائله الزوج المتوفي الله يرحمه، ونطلبوا من المسانده الشعب المسانده لهاد الممثله هادي، وكنطلبوا المغفره والرحمه للزوج ديالها. والصراحه حنا عندنا ثقه في السلطات ديالنا، هما اللي غادي يديروا تحقيقات وغادي هما اللي يخرجوا بواحد الانتاج اللي غادي يرضي الشعب ويرضي الزوجه الفنانه ريم. السيده ريم المغنيه اللي وقع عليها هذا الخلاف هذا، كنتمنوا من الله باش ربي يفك الاسر ديالها ودير ربي ليها شي شاويل، ويا ربي اخوتي وهذا ما كان وتعاونوا معاهم. هذيك اتهامات باطله دخلوا فيها الشعواده، دخلوا فيها شحال من حاجه، فيها الضرب، فيها الجرح، بحال تنقول لك عشي واحد ليستوار، بحال عايش واحد الفيلم قصير هو فيه اغلبيه فيه عنيف، وهي هذيك السيده ماشي ديال العنف. وهذا الشيء اللي كيبان لي انايا الدور ديال السلطات راه قايمه بالمجهودات ديالها باش يفكوا لينا اللغز من الغاز هاد الجريمه هادي، وكنتمناو من الله باش الفنانه ديالنا ترجع للساحه ديالها وتقدم داكشي اللي عندها وربي معاها. اول بعد ما شفت التصريح ديال الاب ديالها في اول يوم وقع من الوفاه ديال الزوج ديالها الله يرحمه، تنظن انه ما يمكنش يحكموا على المغنيه وما كاين مثلا لا ادله لا والو، ما غير داروا جاو داروا تصريح. كنتمنى ما يكونش شي حاجه من داك الشيء، ويكون داك الشيء داز عادي ما طرات شي حاجه اللي خايبه، والله يرحم الزوج ديالها. صراحه ما يمكنش لك تحكم على الاتهامات وانت ما عندكش دليل، يعني خاصك تسنى حتى يكون شي دليل، حتى زعما الناس يطرقوا لهذ القضيه وهذا الموضوع هذا ويزيدوا يبحثوا فيه، عاد يمكن لك ديك الساعه تحكم. اما حاليا ما عندك يمكن لك ما دير، عندك خاصك غير تعرف وصافي. هما الناس اللي مكلفين به، انت مثلا غير واحد الشخص مواطن غادي تشوف ديك القضيه ما يمكن لك تجي وتحكم، ما يمكنش تعطي واحد الحكم ولا اتهام باطل على واحد فئه معينه من الناس. كنشوف بزاف ديال التناقضات على ود هاد الايامات على ديك السيده ديك ريم فكري عرضت السحر للراجله، وفهمتي وناض الاب ديال الزوج قال لي بزاف كنعانيو على اسباب هاد المشكله وهادي، والناس عاوتاني كتناقض، كاينين بزاف ديال التناقضات، ما تقدرش تحكم على الناس كله وشنو كيقول في هذا الراي هذا. كاين اللي كيقول لك انه راه هي عرضت راسها للسحر، كاين الناس كيتناقضوا كيقولوا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، وما يمكنش الواحد يعطي واحد سوء الظن على ود شي حاجه ما عارفش عليها، شي حاجه اللي هي ايفيكت. خاصك تكون شي خبرك تكون عنده جديه وتكون عارف المصدر ديالو عاد تزيد وتحكم على شي حاجه اللي ما عارفهاش وانت راك عارف. هاد الفتره هادي صعيبه بزاف، بالاخص دابا هاد الايامات كتشوف طالع هابط في فيسبوك وهابط في السوشيال ميديا، كيتبان لك كل داير عليها بنادم تريند بزاف، كلشي كيدوي عليها. رجال الامن والشرطه هما اللي كيكون عندهم دور في هاد الشيء هذا، هما اللي كيشدوا هاد القضيه هادي وكيحللوها وكيعرفوا شنو اللي طاري بصح. اما الناس كتدخل وتخرج في الهضرات، وحنايا راه ماشي اول مره ولا ثاني مره، هادشي ولينا كنشوفوه ديما، ولينا هادشي عايشين معاه. اي حاجه كترى كتسمع الناس كتقول على شي حاجه اللي ما عارفش عليها، شي حاجه اللي ما عندهاش زعما المصداقيه. والله يهدي الناس، الله يهدي الناس على هادشي هذا. شنو كنقول؟ شوف الا لا فامي ديال راجل كتجوجي المرأة وما كتعرفش من المرأة حرام، فهمتي، وتقول هادشي السحور وهادشي ويلو ميم با في ما شافوش اش كدير وهادشي، دونك غير الله كيجوجي هادشي، فهمتي، ما عندهم ما يقولوا، ولكن تو سي لي فامي عندهم التربية في شكل ديفيرون تربية، فهمتي، دونك حرام هادشي وكلشي غي بي هادشي ديال مع الله ديال شنو كاين، فهمتي، وتقتل شي واحد من لا فامي ديالك على هاد المشاكل مع المرأة، هادشي غير ما عندوش لو سونس.